انه يجب ان يكون هناك قرار في ايقاف العمليات العدائيه من قبل الجانب الاسرائيلي، اضافه الى انه يعني انهاء القضيه الفلسطينيه وحل القضيه باسرع وقت ممكن ليعيش الفلسطينيين اهلنا الفلسطينيين في مناطقهم بامن وامان واستقرار. نتمنى من العام الجديد عام 2024 عام خير وازدهار وفرح للعراق، برغم ما مرينا به من مأساة الحمدانية اللي سقط بها الشهداء والجرحى وغزة